تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، انطلقت مساء أمس السهرة التنافسية الأولى للبرنامج التلفزيوني تاج القرآن بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة بمشاركة ثلة من حفظة القرآن الكريم من الجنسين. البرنامج الذي دأب التلفزيون الجزائري على تنظيمه منذ 13 سنة حضر برايمه الأول عدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال والمدير العام للتلفزيون الجزائري. التغطية لوليد قادري. تاج القرآن يعود مرة أخرى باحثا عمن يتوج بالطبعة 13 من بين 24 مشاركا، وطوب له. هؤلاء الثمانية هم من نشطوا البرايم الأول من المسابقة، زادهم في ذلك الذكر الحكيم وإصرار على نيل لقب الطبعة. نحن في متنافسات على القرآن الكريم، ما دمنا على ذلك دمنا ناجحات أنا وأخواتي الثلاثة بإذن الله، فأسأل الله التوفيق والسداد لي ولهم. إن شاء الله نحن سنتنافس على أفضل مائدة وهي مائدة القرآن الكريم. بإذن الله ستكون أجواء إيمانية وأجواء روحانية. أرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعل تلاواتنا في ميزان حسناتنا. الأجواء كالعادة تنافسية أخوية ثرية من طرف الشيوخ الذين أكرمونا بعلمهم. مثلما جرت العادة، ثلث المتسابقين يرتلون ولجنة التحكيم بالتوجيهات القيمة يعقبون على قراءة لم تخل من جمال الصوت وروعة الأداء والتوظيف المتقن لأحكام التلاوة وشروطها. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فكثير من أهل الكتاب لو يردونكم. تاج القرآن مسابقة في خير مذمار، تلاوة كتاب الله ترسخت عرفا سنويا ضمن برامج التلفزيون الجزائري وأصبحت خزانا للوطن يجود بأفضل القارئين. هنيئاً للجزائر بمثل هذه المدارس وهذه المعاهد التي تكون جيل صالح يضطلع بمهامه في خدمة بلده وخدمة دينه إن شاء الله. الحمد لله، الجزائر دائماً ولادة في هذا الجانب في القرآن الكريم، والدليل على ذلك أن أغلب المسابقات الدولية صاروا يحسبون الحساب الكبير للمتسابق الجزائري. تتواصل فعاليات تاج القرآن على مدار الشهر الفضيل في سهرات جمعاته الأربع، وفي آخرها يعلن عن الفائز في مسابقة لا خاسر فيها ما دام التباري في قراءة وتلاوة كتاب الله. الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وخلال الشهر الفضيل يشهد جامع الجزائر أجواء روحانية خلال صلاة التراويح، حيث اتخذت إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية أداء الصلاة في أحسن الظروف، وهو ما استحسنه جموع المصلين لأداء العبادة في طمأنينة وخشوع. عبد السلام حباس. يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أجواء تعبدية إيمانية في صلاة التراويح بجامع الجزائر، مناخ تعبدي تسده السكينة والطمأنينة، أجواء يحرص عليها رجال ونساء مجندون لتوفير أحسن الخدمات لقاصدي بيت الله. قدام الباب يعني مقيمين كل شيء، يعيش كاين رجال كبار يدخلوهم حتى الداخل، كاين أي حاجة أي صغيرة أي كبيرة واقفين عليها الحمد لله. تنظيم هايل، قايمين بالناس الحمد لله يا ربي، كاين تبرعات تاع الماء ما شاء الله، المرشدات منظمين يعني الصفوف ما شاء الله، قايمين بالواجب، كل شيء منظم، النظافة، النظام، حتى في المسجد داخل القراء يعني من أروع ما يكون. تراويح صلينا، العيشة.
أعوان موزعون على مداخل جامع الجزائر وأبواب قاعة الصلاة يحرصون على ضمان انسيابية الحركة وتوفير الأمن لسير الصلاة في أحسن الظروف. هناك فرق داخل قاعة الصلاة وفرق خارج قاعة الصلاة. فرق داخل قاعة الصلاة مكلفة بتوجيه المصلين وتنظيم الصفوف وتنظيف السجاد، وفرق خارج قاعة الصلاة لتنظيم المصلين وتوجيههم إلى داخل إلى قاعة الصلاة، إلى بيوت الوضوء وإلى الفناء. كاين ناس مسنين اللي ما يقدروش يطلعوا في الدروج، نرشدوهم ليسكالاتور ولا لاسانسور، نقدموا الماء للناس اللي يكونوا محتاجين الماء بيان سور والكراسي. ويبقى الوعي واحترام قدسية بيت الله هو أحسن خدمة يقدمها المصلون للمنظمين، طالما أن الجميع سيظفر بثواب الشهر الفضيل إن شاء الله. في السياق ذاته، خصصت شركة النقل الحضري وشبه الحضري حافلات لتسهيل تنقل جموع المصلين إلى هذا الصرح الديني والحضري. محمد عياشي. عشرة كيلومترات هي المسافة من ساحة أول ماي إلى مسجد الجزائر. 126 هو رقم خط رحلة النقل من محطة أول ماي إلى المسجد، والذي خصص لنقل المسافرين لأداء صلاة التراويح. احنا جينا من كاليتوس، الإيتوزا الحمد لله كاين النقل متوفر، رانا جوست كيما نقول لك مور المغرب نلقاو الكارت ما جوست سنانا بعد الصاله ثاني يديونا. حاجه مليحه كي داروا لنا ترونسبور والحمد لله، هذه بصح تنقص على العباد. انا فرحانين باللي مايان اللي داروهم لنا ترونسبور هذا بور كو كاع الغاشي يقدر يجي لهنا، باسكو كاين اللي عنده فاش يجي كاين اللي ما عندوش، وان شاء الله دائما هكذا ماشي غير في رمضان. بعد الافطار مباشره أكثر من 14 رحلة تخصص لنقل المصلين على طوال شهر الفضيل. بعد ما كنا نقوم بنقل المصلين لأداء صلاة الجمعة، اليوم المؤسسة قامت بمبادرة أخرى وهي نقل المصلين إلى جامع الجزائر لأداء صلاة التراويح. عندنا نقاط الانطلاق، عندنا 18 نقطة. الجهة الشرقية عندنا خميس الخشنة، أولاد موسى، رويبة، رغاية، وعندنا الجهة الغربية زيرالدا، سيدي عبد الله، ومحطة القطار بيرتوتا. عندنا أيضا براقي وبجراح، الكاليتوس، الحراش، محطة القبة الجديدة، عندنا محطة سحت شهداء، وعندنا محطة أول ماء، أيضا عندنا المعدومين. فاللهم بلغنا رمضان واهدنا لبر الأمان. اللهم آمين. وجامع الجزائر كمنارة علمية وصرح ديني كان محور ندوة علمية احتضنها النادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الجزائرية أمس، حيث تناول الدارسون والأساتذة دور الجامع في التكوين ونشر العلم والمعرفة. الندوة حضرها إضافة إلى الباحثين المختصين ممثلون عن الجامع والمساجد، إلى جانب المدير العام للإذاعة الجزائرية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيس المجلس الأعلى للشباب. في مبادرة أصبحت تقليدا دأبت عليه مختلف الجمعيات بولاية بشار خلال شهر الرحمة والبركة، وفي لفتة تضامنية إنسانية نظمت مختلف الناشطات الجمعوية إفطارا جماعيا لمرضى السرطان. أبو بكر جعطوط. بعزيمة روح العمل الجمعوي في شهر الرحمات تتكاتف الجهود وتتجند جميع الناشطات على أداء الخير، ومعها تتجلى أسمى صور التكافل بين الجزائريين. يعني ما شاء الله، ما عندي ما نقول، ما تحس روحك قاع غريب ولا بعيد عن العائلة تاعك. أنا حتى روح شغل عائلة وحدة، غير أنا مع أولادنا ومع أبنائنا الحمد لله. الجمعيات هذو فانا احنا شنو نقولوا ربي اجرهم، راهم هما هاتوا حنا نفطروا فطرنا وهما مازال يتعبوا، مازال ما ريحوش، مازال ما فطروش، هذو ربي اجرهم ان شاء الله. مبادره تتكرر مع حلول شهر رمضان واصبحت تقليدا مواساة لمرضى السرطان. في هذه المبادره نحاولوا دائما ندير لهم مواساة حتى باش ما يحسوش بلي راهو بعاد على الاهالي تاعهم، نحاولوا دائما نقعدوا معاهم نحسوهم اللي احنا رانا معاهم، ونقسموهم جراحهم، نقسموهم اهتمامهم، نقسموهم المرض تاعهم. احنا الحمد لله رحنا عندنا البرنامج هذا نتاع مكافحه السرطان، من بعد عندنا برامج اخرى اللي رحنا نوجدوا لها ان شاء الله في هذا سيدنا رمضان، وان شاء الله يا ربي نكونوا وفينا معاهم.
هي صور من صور التضامن جسدها التكتل النسوي، تعكس اللحمة والترابط بين مختلف شرائح المجتمع. دوليا الآن، وفي تطورات الوضع بفلسطين المحتلة، ولليوم 62 بعد 100 يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع، حيث ارتكب فجر اليوم عدة مجازر مروعة في حق الأبرياء، راح ضحيتها أكثر من 80 فلسطينيا، وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدينة رفح حي التفاح. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل مضيئة في سماء البلدة. في كرة القدم، وتحسبا للدورة الدولية فيفا سيريز المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 21 مارس الجاري إلى غاية 26 من الشهر نفسه، كشف أمس الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الوطنية المعنية بالتربص التحضيري القادم، والمقرر ابتداء من 18 مارس الجاري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى. قراءة في القائمة مع إسماعيل ميلودي. قائمة اسمية ضمت 31 لاعبا طبق فيها المدرب الجديد للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ما تحدث عنه في ندوته الصحفية السابقة بخصوص الأسماء التي تضمنتها وأخرى غابت عنها، بداية بمحرز رفقة كل من سليماني بليلي فيغولي والحارس مبولحي. بالمقابل، أسماء وجهت لها الدعوة لأول مرة على مستوى الخطوط الثلاث، وهم على التوالي لاعب نادي فيتوريا جيمراش البرتغالي رفيق قطان، وكذا أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري، بالإضافة إلى اللاعبين أنس حاج موسى ومنصف بقرار الناشطين بنادي فيتاس أرنايم الهولندي ونيويورك سيتي على التوالي، وإلى جانبهم مدافع شباب قسنطينة محمد مدني. القائمة الإسمية لفلاديمير بيتكوفيتش عادت أسماء غابت في الفترة السابقة على غرار ياسين إبراهيمي، سعيد بن رحمة، حجام عبدلي بلومي بنزية وعناني. هي معالم أولية لقائمة ستوضع تحت المعاينة لتتمخض عنها التشكيلة التي سيعتمدها المدرب بيتكوفيتش في الدورة الدولية التي ستنظم بالجزائر ما بين 21 و26 من مارس، وقبلها سيكون تربص مغلق بالمركز الفني بسيدي موسى بداية من 18 من الشهر الجاري. كرويا دائما، تتواصل اليوم مباريات الجولة 20 للرابطة المحترفة، وفي برنامج اليوم لودية البيض تستقبل فريق شبيبة الثورة، في حين اتحاد بسكرا يواجه اتحاد خنشلة، وهي المباراة التي تتابعونها مباشرة على القناة 6 الشبابية بدءا من 10 مساء. ولنفس الجولة فاز فريق مولودية الجزائر بسداسية كاملة أمام أولمبي شلف، فيما فاز نجم بن عكنون بثلاثة أهداف لهدف ضد نجم مقرى. من جهتها شبيبة القبائل انهزمت بميدانها أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، في حين فازت مولودية وهران على أتلتيك بارادو بهدفين لصفر، وبدوره تغلب النادي الرياضي القسنطيني على فريق الاتحاد السوفي بثلاثية نظيفة، ومن جانبه تغلب فريق اتحاد الجزائر على شباب بالوزداد بهدف لصفر. الأهداف هي التي تغير مجرى المباريات. رياضة دائما، ولحساب الألعاب الإفريقية الجارية وقائعها بأكرى الغانية، أضاف المصارع محمد المهدي ليلي ميدالية ذهبية في اختصاص الجيدو في وزن أكثر من 100 كيلوغرام، وهي الذهبية الثانية بعد ميدالية المصارعة بالقاضي أمينة. ميداليتان ذهبيتان إذن وأخرى فضية هي حصيلة رياضة الجيدو في انتظار ما ستسفر عنه منافسة اليوم الأخير حسب الفرق. ونختم من قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، حيث انطلقت أمس فعاليات ليالي أغنية التراث من إحياء فرق فنية من مختلف ولايات الوطن وسط حضور مميز للعائلات. حمو أجنى. لوحات فنية بطبوع غنائية تراثية جزائرية أصيلة صنعتها فرق من مستغانم بسكرة وقسنطينة. ونمشي هنا باش نفهموا نعرفوا الشيء نتاعنا تاع قسنطينة في الجزائر.
في الجزائر بلتو. وماذا بيا هذا ان شاء الله تدوم الفكره هذه مش غير في هذا الشهر. الطابع تاعنا احنا تراث عيساوي يتمثل في الطريقه الدينيه العيساويه. طبعنا تراثي محلي اصيل خاصه من المشايخ، عندنا صحراوي، عندنا بدوي، عندنا مديح ديني، المهم كلمات مديح. الجمهور تجاوب مع العروض الغنائية في أولى ليالي أغنية التراث المتزامنة مع شهر رمضان المعظم. الهدف من هذا البرنامج الخاص بالتراث الروحي هو تثمين للتراث الغير مادي وتعزيز الطبوع الجزائرية المختلفة، يعني والتنوع الثقافي المعروف بالجزائر، وتعريف بهذه الفرق الفنية وهي عبارة عن جمعيات يعني. التظاهرة ستعرف في الأسبوعين القادمين سهرتين لفرق أخرى تمدح الرسول بطبوع فنية تزخر بها مختلف مناطق الوطن. نشرتنا تمت، أما برامجنا متواصلة على التلفزيون الجزائري. متابعة طيبة والسلام عليكم.